ضرب الله تعالى لنا مثلا عظيما في سورة العاديات يجعلنا نستحي منه. أقسم بالعاديات وهي الخيول، لكن لم يقسم الله بها وهي واقفة، بل نعتها بصفة الضبح، والضبح هو صوت أنفاسها عندما يحترق صدرها من شدة الركض. قال تعالى: قدحا هي الشرارة التي تلمع نتيجة احتكاك حوافرها مع الأرض، وهي تركض بسرعة شديدة، نار تحرق صدورها ونار تحرق أقدامها. فالمغيرات صبحا هنا يخبرنا الله أن الخيول لا تركض هكذا من أجل التسلية، بل تركض داخل حرب أثناء النهار، فهي تعلم أنها داخل معركة وتعلم أنها في خطر، ومع ذلك لم تتراجع ساخطة على قائدها. فأثرن به نقعا، أي أثارت الغبار في المكان من شدة الركض، فأصبح الهواء الذي تتنفسه الخيول مختلطا بالغبار، صدرها يشتعل نارا، ومع ذلك تستنشق هواء مختلطا بالغبار، تضحية عجيبة. فوسطن به جمعا، أي أنها تقف في وسط المعركة. أخطر مقام كل تلك الآيات كانت قسما من الله عز وجل ووصف أحوالها، ثم انتقل القرآن فجأة للحديث عن حال الإنسان مع ربه، ويصفه بالكنود، أي الساخط على نعم الله. لما هذا الانتقال العجيب؟ ذلك لأن الخيول تضحي كل هذه التضحية من أجل قائدها الذي فقط يطعمها ويرعاها، وهو لم يخلق لها السمع ولا البصر ولا حافرا من حوافرها، ومع ذلك فهي تظهر الامتنان له بإقدامها على هلاكها دون خوف. أما الإنسان فإنه ينسى كل نعم الله عليه مجرد أن يصادف أمرا واحدا يسوءه، فيشتكي خالقه ولله في خلقه شؤون.